السلام عليكم. موضوعنا هيروح لغاية الأميرية محافظة القاهرة. سهام اللي قاعدة 22 سنة بتشقى مع جوزها صابر اللي كان شغال على عربية سمين. عربية سمين الحاجات اللي هي بتبيع الممبار والفشة والكبدة والحاجات دي كلها. شغالة معاه قدلها 22 سنة. شافت منه الويل ولكن ما كانتش بترضى تتكلم. كانت صابرة زي اسم جوزها عم صابر. سهام الزوجة اللي قعدت تشقى علشان ولادها وعلشان جوزها 22 سنة. من الساعة 5 الصبح كانت تصحى تجهز الأكل وتنزل معاه على العربية اللي هو بيبيع عليها ويشتغلوا عليها لغاية لما رجليها زي ما بيقولوا تفقفق من كتر الوقفة عليها. وترجع البيت تجهز الأكل لعيالها وتقعد شوية وتنام وهكذا كل يوم. الحال ده استمر لمدة 22 سنة. صابر اللي شغال على عربية السمين اللي وقع من الدور الرابع وأصاب بحالة عجز. الأمر اللي خلى حالته النفسية سيئة للغاية. اللي كل شوية يفكر إن مراته ممكن تسيبه وتخلعه. ده الأمر اللي دايماً كان حاطه الراجل ده في دماغه. علشان كده كان دايماً بيعملها معاملة سيئة. سهام كانت دايما تطلب من جوزها فلوس وتطلب منه حاجات معينة ولكن دايما كان بيواجهها بالنفر وكان بيقول لها دايما مفيش فلوس لدرجة ان ولاده في مرة جابوا هدوم عيد بفلوس بالتقسيط وسهام قالت له احنا عايزين الفلوس عشان ندفع فلوس العيد. الامر اللي خلاه يقوم على ولاده كلهم ويحلق لهم شعرهم كلهم تمام. ثمار الزواج ده ما بين عم صابر وما بين سهام أسمر عن وجود 3 أطفال. مش هنحكي على التفاصيل دي كتير ولكن هنخش في الموضوع. سهام راحت تعمل الأكل لعم صابر. طبعا هو دلوقتي قاعد في البيت وربنا يعينه عاجز. راحت تعمل الأكل وبعد كده قدمت له وجبة العشاء وكالعادة نامت تحت رجليه. هو بينام على السرير وسهام بتنام على الأرض. اليوم ده تحديدا الثلاث شباب اللي موجودين عندهم راحوا يبيتوا عند جدهم لأمهم في اليوم ده. مفيش في البيت إلا سهام ومفيش في البيت إلا عم صابر. بعد ما قدمت له وجبة العشاء ونامت تحت رجليه كالعادة على الأرض. نامت وراحت في النوم. في الوقت ده كان مجهز صابر شاكوش وكان مجهز مقص. انقض عليها ضربها أكتر من 100 طعنة. مخلاش حتة في جسمها اللي مضربها فيه بقى المقص. وبعد كده مسك الشاكوش وقعد يهشم بيه على راسها لغاية لما دماغها اتهشمت تماما. بعدها على طول لبس هدومه ونزل رايح لقسم الشرطة الزاوية الحمراء قابل ضباط المباحث. انا عايزكوا في موضوع الا وهو انا قتلت مراتي وحكى الحكاية كلها. ضباط المباحث على طول اتجهوا للمكان الواقع ومكان البلاغ للراجل الزوج اللي هو بلغ على جريمة القتل اللي هو عملها. الاهالي في الوقت ده كله حسوا بالموضوع وكانت المفاجأة الاولانية لاخو سهام شقيها الاكبر اللي دخل لقى المقص مغروس في جسمها وجسمها كله اكتر من 100 طعنة فيه ودماغها مهشمة تماما والشاكوش جنب الجثة. الاهالي كلهم اتجمعوا والاهالي كلهم قعدوا وصوتوا والحزن خيم على المنطقة بتاعت الاميرية. ضابط المباحث كان عنده علم راح هناك شاف الموضوع عارف الدنيا كلها وابتدى الموضوع من المعرفة من الالف للياء زي ما حكيناها لكم كده بالظبط. الراجل ده حس بالعجز بعد اصابته لما وقع من الدور الرابع. حس ان مراته في يوم من الايام اللي هي سهام اللي قاعدة شقيانة على عيالها 22 سنة حس ان هي في يوم من الايام ممكن تقول له سلام ممكن تقول له انت في حالك وانا في حالي بسبب حالة العجز اللي عنده. حالة النقص اللي كانت عنده بسبب العجز خلت بعد كده على طول ان هو يفكر ان هو ازاي يقتلها وازاي ان هو ينتقم منها من غير ما تعمل له اي حاجة. اخوها وهو بيلطم على وشه في اليوم اللي شاف فيه الجثة في الوقت ده حرام عليه هي عملت ايه دي كانت شقيانة عليه 22 سنة عليه وعلى عياله. كل الجيران كانوا بيشكروا في سهام. كل الناس كانوا بيشكروا في اخلاقها ومجدعتها ورجولتها. عفوا كلمة الرجولة مش بمعنى ان هي مش واحدة ست. لا تصرفاتها تصرفات واحدة ست مستقيمة. يعني كانت بتصرف على عيالها من فلوس حلال كانت بتصرف وبتجد علشان
تصرف على عيالها الفلوس دي بالحلال وبالخير. ولكن في الآخر وفي المقابل الراجل ده عمل لها عكس ما كانت تتمناه تماما. 22 سنة كانت على طول دايما في خناقات، لدرجة ان هي اكتر من مرة اتصابت، واخر مرة اتصابت ب 12 غرزة نتيجة برضو خناقة ما بينها وما بين جوزها. 12 غرزة في دماغها. الامر اللي راحت على طول لاهلها وقالت لهم انا عايزة اسيب الراجل ده، ولكن اهلها قالوا لها عيب تقولي حاجة زي كده، جوزك محتاجك، وخصوصا بعد الموضوع اللي هو فيه، الا وهو الاصابة بالعجز. عيب اللي انت تسيبيه وتعملي حاجة زي كده. اخوها كان بيكلم رئيس المباحث وهو بيبكي، بيقول له سهام دايما كانت بتقول انا مش قادر اعيش، ولكن انا مضطرة علشان ولادي، ومضطرة عشان حالته الصحية اللي هو فيها الفترة دي. وكان بيقول يا ريتنا كنا سمعنا كلامها، ويا ريتنا كنا خدنا بالنا من المواضيع دي كلها وخليناها ما تعيش معاه، ولكن القدر. سهام زوجة مصرية فعلا نفتخر بها علشان تعمل كل اللي عملته وتشتغل علشان عيالها وعلشان جوزها وعلشان تجيب مصاريف حلال ليها ولجوزها ولولادها وتستحمل إصابته بالعجز. هي دي فعلا الست المصرية الصبورة، رحمة الله عليه. بندعي لها بالرحمة، ويا ريت تدعو لها بالرحمة، وإن شاء الله بالرغم من إصابة الراجل اللي هو عم صابر، بالرغم من الإصابة والحاجات دي كلها، لكن احنا مستنيين الحكم القضائي العادل في الموضوع ده، حتى وهو بيمثل الجريمة بعد كده قدام النيابة. بيقولوا أفراد الشرطة في الوقت ده إنه هو كان بيمثل الجريمة وكأن شيء لم يكن، كأن شيئا لم يكن زي ما بيقول. كان بيضحك وبيقولوا كان بيسلم على كل فرد أمن واقف في المكان، لدرجة إن هو كان داخل على كرسي متحرك، الناس خلوه بعد كده يقعد على كرسي خشب من درجة الحاجات اللي هو والبرود اللي هو بيعمله، إن هو كأنه مش عامل أي حاجة في أي حاجة، مش حاسس إن هو قتل ثمرة عمره كله، أكتر من 22 سنة مع الست دي، وفي الآخر عمل لها الجرم ده. الست المصرية صبورة جدا، الست المصرية بتستحمل كتير جدا، الست المصرية ما بتتكلمش للعلم. ممكن يحصل لها مليون حاجة وبتسكت وما بتتكلمش. علشان كده بنقول إن الست المصرية فعلا تستاهل لقب سيدة العرب. كل السيدات العرب على رأسنا من فوق. ولكن في نماذج معينة في الوطن العربي كله لازم نشوفهم إن هم دول مفخرة ليهم ومفخرة لينا. رحمة الله عليها، ادعوا لها بالجنة وعيالها يصبروا عليها والصبر يجي لأهلها، علشان هم مفتقدينها جدا. حتى أهالي الأميرية كلهم بنبلغهم عزانا وبنقول لهم البقاء لله. نقطة كمان عايزين نتكلم فيها، سهام كانت دايما بتتكلم على نقطة المخدرات، ان جوزها ممكن يشرب مخدرات بالفلوس اللي بتجيله، فكانت دايما بتقول لاخواتها محدش يدي صابر فلوس علشان مش هيشتري اكل، ده هيشتري بيها مخدرات. مش عايزين نعلق بقى شماعة المخدرات على الموضوع ده، يعني كان شارب، كان عامل، كان متنيل، كان ملناش دعوة بيه. في الاخر في جرم حصل، الجرم ده حصل نتيجة الحاجة اللي هو قالها، الا وهي خايفة ان هي تخلعه. مش عايزين حد يلعب على النقطة دي وتضيع حق سهام في يوم من الأيام. واحدة زي الست اللي انتوا شفتوها دي نموذج فعلا يحترم، تقولوا لها ايه بعد ان شاء الله ما ندعي لها بدخولها الجنة ويصبر أهلها؟ هل هو نموذج فعلا نفخر بيه ولا لا؟ هل في ستات بتستحمل حاجات زي كده ولا لا؟ وفي الآخر يحصل لها حاجة زي كده برضو ولا لا؟ ولو حضرتك لا قدر الله لو جوزك مصاب بالعجز، هتسيبيه وترميه ولا هتفضلي تعيشي تحت رجليه؟ امور كتيره ودروس مهمه لو اتكلمنا عليها ممكن نتكلم عليها ساعات كتيره. رحمه الله عليها. السلام عليكم.